هل الخلاف في مسألة تارك الصلاة يعتبر من خلافات الأصول من خلافات في الفروع؟ لا شك أن تارك الصلاة يجمع الصحابة أنه كافر، مسألة إجماعية، ومن فهم الإجماع عند الأصوليين وعرف الإجماع السكوتي والمسائل التي يستدل بها أهل العلم في الإجماعات لا يتردد طرفة عين أن يقول بأن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة. لا 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 أحد يتدخل. فأقول الصلاة تارك الصلاة يعتبر كافرا بإجماع الصحابة، وإذا أجمع الصحابة على أمر ما وحدث خلاف بعده، حينئذ الخلاف هذه مسألة أصولية، إذا حدث خلاف بعد الإجماع ما قوة هذا الخلاف؟ حينئذ لابد أن ننظر من عنده سند في كون الخلاف الحاصل بين الأئمة الأربعة، لأن بعضهم يحتج به وكيف يختلف الأئمة الأربعة مع كونه وندعي أنه إجماع. نقول أثبت هذا عن الصحابة، نحن عندنا قرابة العشرة وما يزيد صحة الأسانيد عنهم بأن تارك الصلاة يعتبر كافر مرتد عن الإسلام، وظاهر النصوص من الوحيين الكتاب والسنة تدل على ذلك. إذن عندنا عاصر أو الكتاب والسنة وعندنا فهم الصحابة، ايتي بمخالف للصحابة فنجعل المسألة خلافية. أما الحجة في كون أبي حنيفة قال أو الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي، هل هذا يعتبر حجة شرعية؟ ولذلك طلاب العلم من الغرائب أنهم في مسائل أخرى إذا احتج عليهم بإمام قال لا، الرجال يحتج لهم ولا يحتج بهم. طب لماذا هذه المسألة على جهة الخصوص؟ ومعلوم أن أقوال الصحابة محفوظة بأسانيدها، وادعى من ادعى الإجماع عليه، ابن حزم حكى الإجماع وابن القيم حكى الإجماع، أول دليل ذكره ابن القيم في الصلاة حكم تاركها ماذا؟ الإجماع. وإذا كان كذلك حينئذ نبقى على العاصري، فما وقع فيه خلاف بعد ذلك نقول خلاف بعد إجماع فلا يعتبر، فلا يعتبر. وإذا لم يعتبر، إذا دعا مدعي بأنه لا معتبر نقول إيتي البرهان الحجة البين، هات قول بعض الصحابة. نحن نتفق في مسائل كثيرة أن قول الصحابي الواحد فقط ولم يعلم له مخالف ما حكمه؟ إجماع. إجماع سكوتي وهو حجة، وجميع المسائل التي يحتج بها أهل العلم في إجماعات الصحابة هي من هذا النوع. ولذلك من أبطل هذا، بعضهم يحاول إبطال هذا الإجماع في هذا المقام من أجل أن يستقيم له الخلاف في مسألة الصلاة، هذا مسكين، لأننا إذا أبطل في هذا المقام نستصحب الإجماع نفسه في مسائل المعتقد. ما من مسألة تتعلق بالإيمان أو بالكفر أو بالأسماء والصفات أو نحوها إلا وندعي فيها الإجماع. ولذلك سنن أهل العلم في إثبات اليدين لله تعالى، قالوا ثبت بالنص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أين إجماع الصحابة؟ هو من هذا النوع، كونهم لم يتكلموا بما يخالف النص، إذ لو كان الحق فيما يخالف النص لوجب أن يقال، لأنه لا يخلو الزمن ذلك الزمن عن قائد من حق البتة. فلو سكتوا جميعا ولم يتكلم واحد بما يخالف النص للزم ماذا؟ أن يكون قد خلى ذلك العصر عن قائد من حق، وهذا ممنوع عند جماهير بل اتفاق الأصوليين على ذلك. فإذا أبطل الإجماع في هذا المقام حينئذ نلزمه بإبطال الإجماع في سائر. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.